السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 2 أو الفصل الثاني How to Care، كيف أعتني. المحور الثاني The World Around Me، منهج KG1، كتاب Discover. وهنخلص شابتر 1 النهاردة إن شاء الله. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 76 او صفحة 76، والنهاردة هنبتدي نشرح بيج 77. وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فات مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نحل مع بعض ونكتب ملاحظاتنا اول باول. وعنوان بيج 77 Farm Tools. Farm Tools يعني أدوات المزرعة، Farm يعني مزرعة، Tools يعني أدوات، والDirections بتاعتها بيقول Think about يعني فكر بخصوص، Ways الطرق we can group these tools، الطرق اللي احنا ممكن نجمع بيها التولز دي أو الأدوات دي ونخليها في شكل مجموعة واحدة أو في شكل مجموعات. وزي ما احنا شايفين قدامنا في مجموعة أدوات، الأدوات دي بنستخدمها واحنا بنزرع الزرع بتاعنا في الفارم أو في المزرعة. أول حاجة احنا شايفينها هي الشوكة بتاعة القش أو بنسميها المزرعة. الشوكة دي بنجمع بيها القش اللي موجود في الأرض علشان نعمله بشكل مربعات كبيرة، ممكن نستخدمها كعلف للحيوانات اللي عندنا، لو عندنا حيوانات نأكلها للبقر والجواميس كأكل ليهم، نستخدمها كعلف للحيوانات اللي عندنا. والقش ده زي ما احنا شايفين بنجمعه بالشوكة دي او بالمزرعة دي. في تاني صورة، صورة الجرار. الجرار هو زي ما احنا عارفينه وشايفينه، هو بنستخدمه في نقل الأشياء التقيلة الكبيرة اللي ما نقدرش نشيلها بنفسينا. ممكن كمان الجرار نستخدمه في نقل المحاصيل الزراعية لما يكون كميتها كبيرة في الصندوق بتاعه ده، وبالتالي يكون أداة نقل سهلة وبسيطة. في تالت صورة، صورة عربة اليد. عربة اليد زي ما احنا شايفينها يا أصحابي هي أداة نقل، بس أداة نقل صغيرة بنقدر ننقل بيها الحاجات الصغيرة من وإلى الفارم أو من وإلى المزرعة. الحاجات اللي مش محتاجين ننقلها بالجرار ممكن ننقلها بنفسينا عن طريق عربة اليد دي. رابع صورة، صورة المجرفة. المجرفة طبعا زي ما احنا عارفينها، او المجرفة دي زي ما احنا شايفينها دي بنقدر نحفر بيها الارض، نشق بيها الارض علشان نعمل حاجة معينة، سواء كنا هنعمل مثلا مجرى للمية، سواء كنا هنحفر حفرة كبيرة علشان نحط بذور معينة او نزرع زرع معين. واخر صورة، صورة المنجل. المنجل او اداة قص العشب والقمح والذرة، واداة قص القمح والعشب والرز، هو عامل زي السكينة ومتنية كده، هو زي ما احنا شايفين بيقطع بيها المزارع او الفارمر الزروع اللي محتاجة تتقص من الارض، زي القمح لما بيكون خلاص نضج، والرز برضو، والاعشاب المختلف. وبكده نكون انهينا البيج دي، وهو بيعلمنا فيها ازاي نبقى عارفين التولز او الادوات اللي بنستخدمها في الفارم او في المزرعة، وبيستخدمها المزارع وهو بيزرع الزرع اللي احنا بناكله. والكلمات الجديدة هنا فارم يعني مزرعة، تولز يعني ادوات، think يعني فكر، about يعني بخصوص او عن، ways يعني طرق، we نحن، can نستطيع، group مجموعة او يكون مجموعة، these هذه، tools الأدوات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 78 أو صفحة 78، وعنوانها If I were a farmer. If I were a farmer يعني لو أنا كنت مزارع. If I were، لو أنا كنت، a farmer يعني مزارع أو فلاح. الدايركشنز بتاعتها بتقول in the first box، في الصندوق الاولاني، في المربع الاولاني، draw a picture، ارسم صورة of yourself as a farmer، صورة لنفسك كأنك فلاح، كأنك مزارع بيزرع الارض. in the next box، في الصندوق التاني،
draw a picture ارسم صورة of what you grow للمحاصيل ارسم صورة للمحاصيل للزرع اللي انت هتزرعه في البوكس التاني ده in the last box في الصندوق الأخير draw a picture ارسم صورة of a tool you might use لأداة انت ممكن تستخدمها وانت بتزرع المحاصيل دي او الزرع ده. فهنا هو بيقول لك تخيل ان انت فارمر او مزارع او فلاح وبيقول لك ارسم نفسك وانت فلاح او مزارع وفي البوكس التاني ارسم صورة للزرع او المحاصيل اللي انت هتزرعها. وزي ما احنا عارفين اصحابي المزارعين او الفلاحين في منهم اللي بيزرع محاصيل زي الرز والقمح والشعير والذرة وفي منهم اللي بيزرع خضروات ممكن ناكلها زي اللي احنا عرفناها قبل كده في طبق السلطة طماطم وخيار وجزر وفي منهم اللي بيزرع فواكه زي مثلا التفاح والموز والفراولة والبرتقال. فالأنواع المحاصيل كتيرة جدا شوف انت هتزرع ايه وترسمه في البوكس التاني. واخر حاجة بيقولك ايه التول او ايه الاداة اللي انت ممكن تستخدمها وانت بتزرع الزرع دوت. والكلمات الجديدة في البيج دي هي first يعني اول بوكس صندوق yourself نفسك farmer مزارع next التالي box صندوق what ما او ماذا you grow يعني ينمو بس هنا you grow يعني انت بتزرع انت بتنمي حاجة معينة in the last في الاخير last الاخير box صندوق tool يعني اداة you might يعني انت ربما use تستخدم وif يعني لو I wear انا كنت a farmer يعني مزارع. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. ونوصل لبيج 79 وهي مربوطة ببيج 80 لان هما الاثنين نفس الحاجة وهما بيتكلموا هما الاثنين مرتبطين ببعض. وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. وعنوان البيج دي Caring for a plant. Caring for a plant يعني العناية بالنبات. Caring for يعني اعتني بي. A plant يعني نبات. والدايركشنز بتاعك البيج دي بتقول Use استخدم The next two pages الصفحتين التاليتين الصفحة دي اللي هي 79 والصفحة اللي بعديها اللي هي 80 أو صفحة 80 to create لتنشئ علشان تعمل يعني your illustrated guide illustrated يعني توضيحي يعني شيء موضح guide يعني دليل illustrated guide يعني دليل مصور دليل توضيحي on how الخاص بكيف to care for plant يعني بيوضح ازاي الواحد بيعتني بالنبات. تاني حاجة circle the steps you are illustrating beneath each picture beneath يعني اسفل او تحت each picture كل صورة. فهنا هو احنا زي ما احنا عرفنا ان النبات بيحتاج لاربع حاجات مهمين جدا علشان يعيش. النبات طبعا بيحتاج المية او الواتر والشمس او sunlight والتربة او السويل والهواء او الاير. احنا عرفنا في الدروس اللي فاتت ان هو بيحتاج لاربع حاجات دي. فهو هنا بيقول لك في الصفحتين دول الصفحة دي والصفحة اللي بعد منها حتى هتوضح كل حاجة من الحاجات الاربعة دول اللي بيحتاجهم النبات وكأنك بتعمل illustrated guide او دليل مصور. فانت هترسم في كل مربع من المربعات الاربعة دول مرحلة او حاجة من الحاجات اللي بيحتاجها النبات سواء كانت water او مية ولا sunlight او ضوء شمس او soil لو كانت تربة او ارض بينزرع فيها او air لو كان هواء النبات بيحتاجه. فكل صورة انت هتوضح فيها حاجة من الاربع حاجات دي هتعمل سيركل على الحاجة اللي انت بتوضحها لان هو حاطط لك تحت كل مربع
الأربع حاجات دول هنا water drop أو نقطة مية، وهنا sun أو sunlight يعني شمس أو ضوء شمس، وهنا soil أو التربة اللي بتزرع فيها النبات، وهنا صورة بتوضح الاير أو الهواء اللي النبات بيحتاجه. فهترسم في كل مربع من الأربع مربعات دول مرحلة أو حاجة من الحاجات اللي بيحتاجها النبات علشان احنا نعتني بيه ونخليه يعيش وينمو، وتعمل سيركل حوالين الحاجة اللي انت بتوضحها دي في الصورة اللي تحت البوكس اللي انت بتوضح فيه المرحلة دي. يعني فرضا لو انت بتوضح هنا ان النبات بيحتاج المية علشان ينمو ويكبر، فتعمل سيركل حوالين الووتر دروب دي وانت بترسم هنا اهمية المية للنبات. لو هنا بتعمل وتوضح النبات بيحتاج السان لايت علشان يبقى اخضر وجميل ويصنع الغذاء بتاعه، فهتعمل سيركل حوالين السان او السان لايت هنا وتوضح هنا اهمية ضوء الشمس للنبات. لو هنا بتوضح اهمية التربة او السويل وازاي النبات بيتزرع فيها وازاي النبات بيمد جذوره جواها علشان يبقى ثابت في الارض وبيسحب منها العناصر الغذائية اللي هو بيحتاجها علشان ينمو، يبقى تعمل هنا سيركل حوالين السويل علشان انت بتوضح هنا اهمية السويل للنبات. واخر حاجة لو انت بتوضح هنا مثلا اهمية الاير او الهواء للنبات، هتروح عامل سيركل هنا حوالين الاير وتوضح هنا اهمية الاير للنبات، ازاي النبات بيحتاجه علشان خاطر جذوره والسيقان بتاعته الرطوبة ما تخليهاش تبقى طرية ويموت، فالهواء بيشيل منه الرطوبة علشان خاطر يقدر يعيش ويبقى كويس، وغير ان كمان النبات بيتنفس الهواء ده علشان ينمو ويكبر. فبكده نكون انهينا شرح البيج دي والبيج اللي بعد منها. والكلمات الجديدة هنا caring يعني العناية، for be او لأجل، a plant يعني النبات، use استخدم، the next التالي، two pages الصفحتين، to create لتنشئ، your illustrated guide دليلك المصور، on how اللي بيوضح كيف، how كيف، to care أن تعتني، for a plant بنبات، circle ضع دائرة حول، the step المرحلة، you are illustrating اللي انت بتوضحها، تحت او اسفل each picture كل صورة. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة، وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لو استفدتم ولو معلومة بسيطة ادعمونا بلايك، والاهم انكم تشاركوا المعلومة وتعملوا شير للدرس مع اصحابكم حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب، وخليكم متأكدين ان في حد غيركم محتاج المعلومة ممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. واحب افكركم واقول لكم ان الدرس الجاي هنشرح اخر جزء في منهج ديسكوفر KG1، وده هيكون قريب جدا خلال ايام، فعايزكم تذاكروا الدروس بتاعتكم كويس جدا واستعدوا للدرس الجاي علشان هيكون هو الختام. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.